إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ حتى الليلة الماضية 464 ألفا وأربعين شخصا فيما حصل 243 ألفا وتسعمائة وأربعون شخصا على الجرعة الثانية من التطعيم هذا وتستمر الحمله الوطنيه للتطعيم وسط اقبال لافت من قبل المواطنين والمقيمين على اخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا بما كان الفريق الوطني الطبي قد جدد التاكيد على اهميه اخذ التطعيم من قبل افراد المجتمع وبخاصه الفئات الاكثر عرضه للاصابه بالفيروس وذو الامراض المزمنه